من كثر الأحداث اللي مرت بالعراق صار الشعب العراقي يتعامل مع كل حدث بالضحك والتحشيش مثل ما نقول، وهذه وسيلة دفاعية نفسية حتى ما يسيطر الخوف والقلق على الأجواء بالكامل. ومع أنه التعداد السكاني مو شيء مخيف ولا مقلق، لكن البعض كذلك تعامل وياه بالكوميديا بسبب الإشاعات اللي انتشرت مؤخرا واللي صدقها البعض مع الأسف. ما باقي غير ساعات على انطلاق التعداد السكاني، واللي نريد نقوله هو التالي: ضحكنا، حششنا، انتقدنا بعض الإجراءات الحكومية، لكن بنفس الوقت ضروري نتحدث بجدية عن أهمية هذا التعداد، لأنه بالتالي الموضوع وطني وما متعلق بحزب أو كتلة أو شخصية سياسية معينة. مثل ما قلنا في حلقة سابقة، التعداد مهم حتى الحكومة تعرف عدد المواطنين اللي تخدمهم، حتى الحكومة تضع خطط استراتيجية حقيقية ترتكز على عدد السكان الحالي ونسبة النمو المتوقعة للسنوات المقبلة. هذا التعداد مهم لأنه من المستحيل لأي دائرة أو وزارة أن تخدم شريحة معينة ما تعرف عددها أو أماكن تواجدها أو مدى صعوبة حالتها. وإذا أريد نقرب الفكرة بمثال جدا بسيط، حتى الحجية من يجيكم خطار وتريد تصب لهم شاي يقول لك روح احسبهم تعال. زين، شلون تريد الحكومة أنه تقدم خدماتها لنا وهي ما تعرف عددنا؟ هنا راح تسألني: تقصد أنه غياب الخدمات من 2003 إلى الآن سبب غياب التعداد السكاني؟ جواب لا. هذا الموضوع تعرفون أسباب اللي تتمثل بالمحاصصة، الفساد، اختيار شخصيات غير مناسبة للمناصب المهمة، لكن أنا أتحدث عن أهمية التعداد بالأجواء المثالية. وبالمناسبة إحنا نحاول نبسط موضوع التعداد إلى أبعد حد حتى الناس تفهم قصدنا، لكن أهمية التعداد تتجاوز حتى الشأن الداخلي. مثلا بحسب نسبة السكان راح تتحدد حصة العراق من مقاعد الحج، وأعتقد هذه الحصة راح تزيد بعد ظهور نتائج التعداد. بحسب التعداد ونسب الفقر والبطالة والتسرب من المدارس وغيرها من التفاصيل راح يتحدد حتى الدعم المقدم من المنظمات الدولية المختصة مثل القروض والبرامج الاجتماعية المهمة. أما إذا نتحدث عن الإشاعات اللي انتشرت مؤخرا، من جهة نشوف بعض المخاوف مبررة، ومن جهة أخرى نشوف بعضها غير صحيح ويحتاج لتوضيح. مثلا البعض يقول لك راح يقطعون راتب الرعاية الاجتماعية. هذا الموضوع للأسف أثار وزير العمل السيد أحمد الأسدي، لكن يوم أو هذا اليوم فند السيد السوداني. وبنفس الوقت هذا الموضوع مو بعيد، لكن هو مو هدف التعداد، وحتى لو تم اتخاذ هذه الخطوات راح تشمل الأشخاص المتجاوزين على شبكة الحماية، يعني عنده راتب من الدولة وياخذ راتب الرعاية، لكن أكيد ما يشمل المحتاجين لمجرد أنه عندهم تلفزيون أو ثلاجة. خلونا نسمع جزء من حديث السيد السوداني دون التصريح. شباب، ومن المهم عدم الإنصات إلى الشائعات التي تبعد التعداد عن أغراضه التنموية عبر ربطه بقضايا تتعلق بالضرائب أو الحماية الاجتماعية، وهذا ليس له أي أساس من الصحة. فالتعداد ركيزة التطوير والتقدم والارتقاء الإداري والخدم. الإشاعة الأخرى: إذا لقوا بالبيت الواحد أكثر من موظف راح يقطعون رواتبهم. وأكيد هنا ما نحتاج نفسر أو نبرر، لأنه الخبر مو صحيح وأساساً غير منطقي. بعد شنو عندنا إشاعات؟ راح يفرضون ضرائب إذا اكتشفوا أنه الحالة المادية للعائلة جيد. هذا الشيء مو صحيح، والضرائب حالياً تفرض على الأعمال والشركات وغيرها من التفاصيل. أما ضريبة الدخل بعدها إلى حد الآن ما مفعلة. الإشاعات الأخرى تتعلق باللي متزوج زوجة ثانية بدون علم الأولى، وأنه موظف التعداد راح يكشف السر وتلاص الأمور. هنا التخطيط طمئنة المشاغبين أو العفو المواطنين، لأنه اسم الزوج ما راح يدون مرة واحدة، أو راح يدون مرة واحدة وما راح ينذكر اسمه في منازل أخرى، يعني اطمئنوا بوساتي على قول أبهات الرجال. بالختام أريد نوجه رسالة للمواطنين: الساعة 12 بالليل راح يبدي حظر التجوال. خلونا نعتبر الموضوع فرصة بأنه ننجمع بالبيت، نأخذ استراحة من مشاغل الحياة. ما يحتاج نحاول نتحايل على القوات الأمنية حتى نطلع بالشوارع، ما يحتاج نهجم على المحلات ونخزن مواد غذائية كلها يومين وتخلص، وأساساً مسموح للمحال والأفران الاستمرار بالعمل. تعاملوا مع الموضوع ببساطة وإن شاء الله ينتهي الموضوع على خير.